السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. هذا أول درس ليا في القناة ديالي اللي هي أزياء الرجل المحجبات. عندي هنا كيف ما كتشوفوا هذا نعتبره حنا توب، ياك التوب هذا فيه هنا متر ونص والطول نخدمه بجوج أونس. جوج أونس كتقدر تختلف على حسب الكليانة، على حسب الطول ديال الكليانة وعلى حسب حتى الكليانة واش رقيقة ولا غليظة. هاد الفصالة هادي هي كنسموها حنا الكورساج، هي الأساسيات ديال الفصالة، الأساسيات ديال الفصالة. يعني إلا تعلمت أنا الكورساج وشديتو مزيان راه ممكن نفصل به الجلابة، نفصل به القفطان، نفصل به التكشيطة، الكسيوات سامبل، وديك الساعة مني كنشد الكورساج راه كنبدا ندوز غير الحوايج أخرين خفافين. صافي يلا بسم الله غادي نشرعو في الدرس ديالنا. كيفما قلت لكم كمية التوب جوج أونس غنخدم عندي هنا العرض وعندي هنا الطول. غناخذ العرض وغادي نثني على جوج. والحاجه اللي مهمه هاد الحاشيه هادي خصها تكون الحاشيه على خشها، من الاحسن في الثوب كنشدوها بالفنيتات وكنجي لهنا، هذا كنسموه الجلال، كنجي لتحت كنعبر فيه مثلا ما بين 40 حتى 45، مفهوم؟ ما بين 40 حتى عندي الورقه شويه صغيره، ما بين 40 حتى 45. هاد 40 45 الجلال كيختلف على حسب الطول ديال المراه. الا كانت كليانة طويلة راه كنزيد ليها في العرض ديال الجلابة ديالها ولا ديال التكشيطة ولا الكسوة، وإلا كانت كليانة قصيرة راه كنقص، حيت كليانة قصيرة ما يمكنش تلبس العرض بزاف، كتكون كتمشى المهم ما كيجيش زوين في اللبسة. صافي هنا غادي نخدمو ب 40 حتى 45 وغادي نجي وغنعبر الطول ديالي. مثلا الطول غادي نخدم مثلا ب 120، مفهوم؟ غنخدم مثلا ب 120 غادي نحطها هنا غادي نسطرها، مفهوم؟ هاني سطرتو، غادي نقلب الورقة بحال دابا إلا غنخدم في النص، غادي نبدا بالعنق غندخل بسبعة وغنهبط بزوج وغادي نقور. هادي قاعدة أساسية، غنجي لصفر، هاد النقطة غنعتبروها صفر، غنجي لصفر وغادي نعبر الكتاف. القاعدة ديال الكتاف تساوي الكتاف مقسومين على جوج، مفهوم؟ الكتاف مقسومين على جوج، مثلا عندي 40 غادي تعطيني 20، غنحط الكتاف ديالي. هاهي نقطة الكتاف، غادي نهبط بتلاتة سنتيم، تلاتة سنتيم هي باش كنطيح الكتاف ديالي، وهاد سبعة هادي كنديها لعند هاد النقطة اللي طيحت فيها الكتاف، مفهوم؟ غادي نجي غنمشي معاكم هير بشوية بشوية باش تفهموا. غادي نجي لهاد النقطة الصفر غنهبط بارتفاع الأمام. غترجعوا للدرس إن شاء الله اللي سابق راه غتلقاو فيه طريقة أخذ المقاسات. ارتفاع الأمام مثلا عندي فيه 40، غنعبر من هنا لهنا 40 وغادي نسطرها، مفهوم؟ هاد السطر هذا ديال ارتفاع الامام غنحط عليه دورة الصدر. القاعدة ديال دورة الصدر تساوي دورة الصدر مقسمة على 4 زائد واحد ديال الخياطة. ملي كتكون الكليانة غليظة كنزيد حتى لجوج حتى لثلاثة، اللهم يجيني البياسة تجيني واسعة نقصها، ولا تجيني مضيقة ونصدق محشمة مع الكليانة، مفهوم؟ عندي مثلا دورة الصدر قسمتها عطاتني 30، غنحط 30 هنا. هاد العبار اللي عندي هنايا في دورة الصدر غنعاود نحطو في الفوق، مفهوم؟ غنعاود نعبرو ونحطو في الفوق وغادي نسطر. داكشي اللي عندي هنا غنحطو هنايا. هاد الخط هذا علاش حطيتو؟ غنخدم عليه الدورة ديال التركيز. التركيز القاعدة ديال التركيز تساوي التركيز الكتاف مقسومين على جوج زائد جوج ولا 4، مفهوم؟ ونقدر ملي كتكون الكليانه رقيقه كنخليها للكتاف، الكتاف باش كنهبط، مفهوم؟ مثلا عندي الكليانه انايا ما غليظه ما رقيقه، غنخدم بزائد جوج، غندير الكتاف مقسومين على جوج هي 20 زائد جوج هي 22. كيفاش غناخد 22؟ من هاد النقطه ديال 3 غنحط عليها السنتيم وغادي نشوف هاد 22 فين جاتني. مثلا جاتني هنا وغادي ندير الدوره ديال التركيز ديالي. صافي وندير الدوره ديال التركيز ديالي وغادي نجي ندير سنتراج، غادي ندخل بزوج وغادي هاد السنتراج ضروري كنديرو باش كتجيني اللبسه مسانتريه كتجيني زوينه. صافي وكيلا تنضلط لهنا، مفهوم؟ غادي نجي من هاد الخط هذا غنهبط ب 15 سنتيم. هاد 15 كيف ما هبطت هنا ب 15 غنهبط هنا باش ما يجينيش الخط عوج، وغادي نسطر هاد الخط هذا. هاد الخط هذا غنحط عليه دورة الحوض. دورة الحوض القاعدة ديالها هي دورة الحوض مقسومة على على 4 زائد واحد ولا جوج. صافي دورة الحوض مقسومة على 4 زائد واحد ولا جوج، مثلا عطاتني هنا 33، غندي هاد الخط لعند هذا وكنمشي اوتوماتيكمون كنمشي لهاد 45 اللي عندي ولا 40 ديال الجلال. صافي هذا
دابا الظهر راه خدمته في البلاصه المسدوده، وغادي نجي نقسم هنا على جوج وغنهبط هنا بثلاثه ولا اربعه، وكنطلع كنطلع هذا الشيء كملوا هذا الشيء كملوا كيتقطع، وكنقطع البياسه ديالي. دابا هذا الظهر غادي نقطع الظهر، وغنحاول باش هاد البلاصه هادي ما ننسهاش، ما نمشش هاد البلاصه هادي، مفهوم؟ ملي كتكون بياسه صغيره كتجي شويه صعيبه. دابا فصلنا الظهر، دابا فصلنا الظهر بهذا الظهر هذا باش غنفصل الامام صافي. دابا هذا هو الظهر ديالي، ها هو شفتو، هذا دابا الظهر. اش غندير؟ كيفاش كان في الاول؟ كان في الاول بهذه الطريقه هذه، دابا غنشدو وغادي نقلبو بهذه الطريقه، حنا كنسموها التشقليب ها. ولكن الا كانت عندي البياسه محلوله من القدام، الا كانت البياسه مسدوده راه كتبدل الطريقه ديال الطويه ديال الثوب. راه كل مره ان شاء الله كل درس غنحاول نبدل لكم الطويه ديال الثوب. دابا البياسه كانت عندي هكذا، هنا في كان الجلال، راه ما هنا في كان الجلال، غادي نشد الظهر وكنقلبو وكنعاود نحطو هنايا، مفهوم؟ ملي كتكون الكليانه رقيقه ياك، ملي كتكون الكليانه رقيقه راه كيجيني هير هنا وكيشيط ليا هنايا، هاد البلاصه كيشيط ليا وكيبقى ليا هنا كامل هنا كامل نخدم فيه. ولكن ملي كتكون الكليانه غليظه بحال دابا بهذا الشكل هكا، مزيان نيت اللي هاد الورقه صغيره، ملي كتكون الكليانه رقيقه غليظه كيشيط ليا هنا الثوب بزاف، شتي شحال كنضيف ديال الثوب صافي. كنخلي هنا واحد سنتيم وكنحط الظهر ديالي وكنطرق وكنشدو بالفنيتات وكنترصي خوه بحالو، مفهوم؟ كنترصي بحالو وكنقطع، وديك الساعه غنوريكم اشنو غادي نزيد عليه. وهادشي اللي بقى في التحت راه كنفصل فيه الكمام، مفهوم؟ الكمام والقب، علاش قلت لكم قبيله شدو هنا بالفنيت باش ما يبقاش يهرب لكم الثوب بهذه الطريقه هذه. دابا هذا الامام، امام كيف ما كتشوفوا راه كيجي محلول على هذا الشكل هذا. كنحاول ما نبقاش ما نهربش بالمقص، اي سنتيم ضاع ليا في الثوب صافي. ها هو الظهر كيكون مسدود، الامام كيكون محلول بهذه الطريقه هذه. الامام غادي نزيد عليه شي تعديلات، غنحيد الظهر ديالي ديما البنات فيما فصلتو فيما فصلتو شي حاجه حيدوها، انا ما تخدموش بها، راه بعض الخطرات كتبغي تفصلي الكمام ولا تبغي تفصلي القب وكتجري داك الطرف اللي انت فصلتي كتعاودي فيه الفصاله، ردوا البال لهاد النقطه هذه. كنخلي هكذا الامام الاماميتين كنخليهم على بعضهم ما كنفرقهمش حتى ندير عليهم التعديلات اللي غندير. اول حاجه اول حاجه غنبدلها في الامام هي التقويره ديال الامام. تقويره الامام كتختلف على حساب البياسه، واش بغيت جلابه واش بغيت كسوه، كي غادي نفيني كي غنفيني الكول ديال الجلابه. ديما التساؤلات كنطرحهم على راسي قبل ما نقور. دابا انا غادي نهبط عندي جلابه، مفهوم؟ جلابه عاديه غنهبط ب 8 سنتيم، غنعبر من هنا لهنا 8 سنتيم وغادي نقور. ها هي الاولى. عندي التعديل الثاني هو التركيز، الدوره ديال التركيز ما كنخليهاش بحال هكا. اش كندير ليها؟ كنقسمها على جوج وكندخل بجوج سنتيم، كنقسمها على جوج، كنقسم التركيج على جوج وكندخل بجوج سنتيم، وكنحاول هنا هاد الكتاف ما نمسهمش وما نمش هنايا هاد البلاصه هادي ما نمسهاش وما نمش هنا. ان شاء الله راه في الدروس غادي نحاول نتعمق معكم شويه في هاد الحوايج هادو، مفهوم؟ وكنحفر هاد البلاصه هادي، مفهوم؟ كندخل فيها باش ما يجينيش ملي نلبس البياسه ديالي تجيني الثوب تما مجموع ليا جيت الباط صافي. هاد التقويره حيدناها، غادي نقور تقويره ديال التركيز. وهاني دابا كملت الظهر، ها الاماميتين ها هما بهذه الطريقه، والظهر ديالي ها هو. دابا شنو بقى ليا؟ بقاو ليا الكمام. كيفاش كنخدم الكمام؟ الطريقه ديال الكمام كيفاش كندير ليها؟ منين كندير التركيز ديال الامام كنعبرو ماشي بالمسطره، كنعبرو بطبيعه الحال كنعبرو بسنتيم، كنعبر هكا كنشد المترو كندورو على الطريقه. مثلا عطاني 30 سنتيم، اشنو غندير ليها؟ غادي نشد الثوب اللي شاط ليا كنثنيه على جوج بهذه الطريقه هذه، مفهوم؟ الكمام راه كيكون الثوب على اربعه، مفهوم؟ ها مسدود صافي. كنشوف هنا كنقاد هذه البلاصه هذه وكنجي كنهبط يا اما ب 13 يا اما ب 15 على حساب الكليانه
صافي نهبطو حنايا ب 13 كنجي من هنا لهنا كنعبر هكا مايل اش كنعبر كنعبر ديك 30 اللي لقيت ديك 30 ديال دوره التركيز هي اللي كنحط هكا بهذا الشكل هذا مفهوم غنحاول ندير لكم درس خاص هي ديال لكم صافي اش قلنا هبطنا ب 15 تبراهيم مسدود من هنا ها تبراهيم مسدود كنهبط ب 15 صافي ولا 13 على حساب الكليانه وعلى حساب التوب الا كان عندي التوب غليظ كنهبط ب 15 كنهي التوب رقيق وكانت الكليانه عاديه راه كنهبطها ب 13 كل واحد بشحال كيخدم 13 كتجي زوينه الا كانت الكليانه ما عندهاش الصدر بزاف وما عندهاش الكتاف كنهبط ب 13 وهذا الخط المايل اللي درت هنايا منين جبته من دوره التركيز ديال الامام هاد الدوره هذه كنعبرها داك الشيء اللي عطاتني هو اللي كنحط هنايا غادي نعبره بهذه الطريقه هذه مثلا غنجي من هذه النقطه هذه وغادي نعبر 30 ديالي جاتني 30 هنا هاد 30 هذه غادي نقسمها على جوج نحاول نخدم بلون اخر هاد 30 نقسمها على جوج ها هي وهاد هاد البلاصه غنقسمها على جوج وهاد البلاصه غنقسمها على جوج غنجي لهاد الفوق هذا اللي كيجيني فوق من الكتف غادي نطلع بواحد سنتيم وغنجي لهاد التحت غنهبط بواحد سنتيم وغادي نقور بهذه الطريقه مفهوم ندير التقويره ديالي بهذه الطريقه هذه غادي نجي لهنا من هنا لهنا غادي نهبط بالطول ديال الكود طول الكود ديالي هادشي راه يكون في الدرس كيفاش كناخذ الطول ديال الكود من هنا لهنا مثلا عندي فيها 30 هاد 30 هادي غادي نسطرها وغادي نجي من هنا لهنا غنعبر الطول ديالي غنحاول نخلي هاد الطول هذا مفهوم هذا الطول ديال الكود وهذا الطول ديالكم الطول ديال الكود غادي نحط عليه دوره الكود مقسمه على جوج زائد واحد مثلا عطاتني 20 مفهوم ودوره لكم القاعده ديالها دوره لكم مقسومه على جوج زائد واحد مثلا عطاتني 15 وغادي نقور بهذه الطريقه هذه مفهوم غادي نحاول باش نمشي ديريكت هنايا نمشي هنا ديريكت وهنا غنمشي ديريكت وغنجي حتى لهنا وغنحاول نجي حتى النص وندخل واحد شويه ديرها كنقورها بواحد 1 سنتيم ما نقورش بزاف باش ما تجينيش البياسه مزيره على 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 الكليانه صافي وكنقطع هذا هو الكم ديالنا كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نحاول باش نديرو لكم بوحدو باش تفهموه اكثر هاد البلاصه هادي ها كنقبرها هي شويه ماشي بزاف وديما تراساج ديما خلوه لداخل ما عمركم تراساج علاش تراساج كتخليه لداخل باش ملي تبي تسرجي البياسه كتحيد داك التراساج وكيبقى ليك العبر اللي درتي هادو هما الكمام ديالي هادو هما الكمام ديالي شتي كيفاش كيجيو كيجيو مقورين وكيجيو زوينين في اللبسه كنتمنى الدرس يكون مفهوم واللي بغى شي تساؤل يحطوا لي في التعليق وديروا ابوني وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والى الدرس المقبل ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.